تحت شعار زين زيهم شهد مسرح قاعة الشهداء بمدينة مصراتة الملتقى الثاني لذوي الاحتياجات الخاصة برعاية مستشفى الشرق بالمدينة مسابقات ومعرض للفنون لذوي الاحتياجات الخاصة احتضنها الملتقى الذي شاركت فيه فرقتا بجوهة الشعبية من طرابلس ونور الحياة من مصراتة وأكد منظمو الملتقى أنهم يهدفون إلى دمج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع فضلاً عن إبراز مواهبهم في مختلف الفنون حبينا نقوله من خلال الملتقى الثاني زينا زيهم بأن ذوي الاحتياجات الخاصة ليست عاهة وليست عبء على المجتمع بل هي طاقة وبل هي إضافة للمجتمع الليبي كما أوضح القائمون أن من بين أهدافهم جمع ذوي الاحتياجات الخاصة في مكان واحد للتعرف على بعضهم ومناقشة مشاكلهم بالإضافة إلى تقديم أعمالهم الفنية والأدبية حابين نوصلوا رسالة لكل أفراد المجتمع بأن يعني زينا زيهم ما فيش فرق كلنا بشر وبالعكس يعني هم يعني ممكن يكونوا أفضل منا من جانبها اعتبرت أسر ذوي الاحتياجات الخاصة أن الاحتفال بأبنائهم لا يعني يوما للفرح والمرح بقدر ما يؤكد أن هناك إحساسا بهذه الفئة بالمجتمع اليوم هذا زي ما يعني نحن زي ما يعني لأولادنا يعني مادام حاجة تفرح وتسعد أولادنا احنا تسعدنا وأكيد هيك مش حيحسوا بالفرق لأن في معظم أوقاتهم محصورين في زاوية معينة يجيهم اليوم هذا يرد لهم اعتبار منظمو الملتقى أكدوا أملهم في أن يكون الملتقى الثالث القادم لذوي الاحتياجات الخاصة أكثر من يوم واحد وأن يشهد دورات توعوية توضح للمجتمع الدور الإيجابي لهذه الشريحة في الحياة.